ايه رأيك يا لذيذ؟ حلوة؟ حلوة ولا عادية؟ عادية. هو انت مالكش رأي خالص؟ مليش يا لذيذ. انا قصدي شكلي ايه يعني؟ عريس. تصدق ان انت بتقول اي كلام؟ بص انا هاخدها وخلاص بقى، استناني هنا. اهلا، انا لذيذ. بص بقى يا زومبا، معلش عايزاكي تروحي تجيبي لي من ده واحد تاني احتياطي يعني، بس ميدي. حاضر. يلا. شكرا. ايوه يا يوسف. الو. ايوه يا ساره، امسك يا لذيذ. انا خلصت. طب برافو عليك يا حبيبي، شاطر والله. متشكر قوي. خلاص، انت فين؟ انا في المول. ساره مش عايزه استعباط، يلا عشان عايزه اروح. طب ممكن لو سمحت تستنيني شويه؟ لا يا ساره مش ممكن، انت قلتي هتخلصي بسرعه. طب مش عايز تاكل في الفود كورت؟ لا مش عايز. طب بقول لك ايه، بيقولوا في فيلم جديد كده اسمه روبوت فور يو نزل في السينما، انا بقول بقى تاخد لذيذ وتروحوا تتفرجوا عليه. تجيبوا لكم بقى 2 فشار كده وتروقوا على نفسكم لحد ما اخلص. 2 فشار؟ اه تصدقي فكره حلوه. تفتكري لذيذ بيحب الفشار بطعم ايه؟ اخلصي يا ساره. يا يوسف والله انا مش بلعب. ساره قدامك 5 دقايق ولو ما خلصتيش انا بجد همشي. سيبي، بقول لك انت بتعملي ايه؟ بجيبه لساره. طب بقول لك ايه، اقفل بسرعه، شكل زومبا عملت مصيبه. ازاي تاخدي حاجه مني كده؟ انا بشتريها كده. في ايه بس يا فندم؟ ايه اللي حصل؟ مش عارفه البني ادمه الغريبه دي بتمد ايدها في حاجتي عشان تاخد حاجه من بتاعتي. عشان ساره. ساره مين؟ انا ساره يا فندم. معلش يا زومبا، اديها لها واحنا نجيب واحده تانية. دي اخر واحده يا ستي. انا بقول لك اديها لها. ساره عايزاها يا ستي. انا ساره بقول لك اديها لها. حاضر. بني ادمه مقرفه. ساره مش مقرفه، ساره فاشله. ما تستعبريش، دي بتقولك انتي. انا مش بني ادمه. تصدقني فعلا مقرفه ان انا خدتك معايا. تعرفي تسكتي؟ حاضر. ايوه يا يوسف، قدامك 5 دقايق، لو مخلصتش همشي واسيبك. الوان كتير قوي، انا محتاره، عايزه حاجه كده تخلي شكلي جديد ومختلف في صوري. استخدمي فلتر سناب. انت صريحه قوي. طب عندك ايه كريم لترطيب البشره؟ لترطيب البشره ابو فاس. طب لو حاجه للحبوب؟ ابو فاس. طب لو حاجه للتخسيس؟ ابو فاس. هو في ايه؟ كله ابو فاس؟ ناقص تقولي لي لو عندك صداع دهني يا ابو فاس. لو عندك صداع دهني يا ابو فاس. ها، بعتي حاجه؟ ابو فاس. ابو فاس ايه واحنا واقفين في صيدليه؟ وبعدين انا ما جبتش ابو فاس اصلا. انا مش فاهمه ليه بجد ما حدش بيعبرني. فرحه بس الست تيجي تقعد تصور في الهدوم وتبعت لجوزها وتقول له في البستان اللي ده يا حبيبي، وفي الاخر اصلا ما بيشتروش حاجه. ما تشوفي لنا طريقه كده نجيب الناس بيها يا زومبا. بيتك، هو احنا واقفين في السوق واحنا في اوبن داي؟ ناس عماله تمشي. مين الرزل اللي عمال يتصل ده كمان؟ ايوه يا جو. ايه يا حبيبتي، ايه الاخبار عندك؟ اوهوهو، قول بس ما شاء الله الاول. بسم الله ما شاء الله. لا لا لا، قول الله هو اكبر. الله اكبر في ايه يا ساره؟ هو انا هحسدك؟ لا لا مش للدرجه دي. عايزه اقول لك الناس هنا بتتخانق على البضاعه، ده انا مش ملحقه على الاوردرات. محتاجة اجي اساعدك انا او لذيذ في اي حاجة؟ لا لا لا، اوعى تيجي. قصدي يعني يا حبيبي ما تتعبش نفسك، يعني زومبا بتساعدني. طيب يا حبيبتي ربنا معاكي. طب يلا بقى يوسف لان انا مشغولة قوي. ايه؟ لا يا فندم للاسف والله دي لسه خلصانة. زعلانة؟ لا 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 ما تزعليش، هنجيب واحدة تانية ونبقى نكلمك تيجي تستلميها. زومبا روحي حاسبي ال 12 بنت اللي واقفين هناك دول. هما فين؟ طب يلا يوسف بقى باي باي عشان انا مشغولة قوي. طيب يا حبيبتي انت شكلك مشغولة فعلا، لو عوزتي حاجة انا في الأوضة. ها؟ يا حبيبي مشغولة قوي قوي، يلا بقى باي باي. بتفضحيني؟ هما فين؟ ركزي بقى مع الاتنين دول. ها؟ مساء الخير. مساء النور. الحاجات شكلها شيك قوي، ذوقك حلو قوي يا مدام سارة. جبتي الذوق الحلو ده منين بس؟ من المول. شش.
بتهزر بتهزر، ده انت اللي عينيكي حلوه والله. ميرسي. لا ريلي يعني الحاجات تحفه قوي. ميرسي شكرا. ايه الجمال ده؟ حلو قوي. طب انا لو عايزه اقيسه. بصي هو للاسف ما عنديش حته تقيسي فيها، بس انت يعني ممكن تاخديه ولو في مشكله تبقيتيكي تبدليه. لا بصي مش هينفع بصراحه، اصل انا ساكنه بعيد قوي ومش عارفه اجي تاني. خلاص بقى تتعوض. لا 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 تتعوض ايه؟ بصي انا عندي مكان جوه تقدري تقيسي فيه عادي. حضرتك اشتري حاجه؟ لا يعني ممكن انا اقعد اتفرج كده شويه لحد ما انتوا تروحوا تقيسوا وتيجوا تاني. ماشي اوكي مكانك بقى. اكيد. زومبا خليكي ذوق معاها. ماشي حاضر. اتفضلي. والميك اب ده من دبي ولا من فرنسا؟ من اخر العنقود. بقول لك ايه تاكل؟ مش باكل يا لذيذ. ما انا عارف يا لذيذ ده افيه. ايه يا لذيذ الضحكه الرخمه دي؟ ما تسخفنيش كده يا عم. بقول لك ايه صحيح، انا عايزك في موضوع مهم. انا في اغنيه عماله تزن في دماغي من الصبح هتجنني، بس مش عارف افتكر هي ايه. ممكن تجيبها لي؟ قول لي اسمها. ما انا لو فاكر اسمها هقول لك اسمها عشان تشغلها. انا فاكر اللحن بتاعها، هي تقول تي تا 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 تي تا 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 تي تا 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 حاجة كده. تملي معاك يا عم. لا تملي معاك ايه، هي كانت حاجة كده زي تيرارا تيرا تتارا تيرا تيتا تتارا تيرا تيرا تتارا. قارئة الفنجان. هو انت بتدور في فولدر ايه بالظبط؟ غلط، اغنية جديدة يا حبيبي مش اغنية قديمة. هحاول افتكر لك اي كلمة منها. بجد الحاجة حلوة قوي بجد. ممكن تقولي لي دي بكام؟ خلي ميرسي لذوقك والله. قولي لي بكام؟ حاجة بسيطة والله. شكرا بس ممكن تقولي لي بكام؟ ما تغلاش عليكي، انتي زبونتنا يا ستي. ما تخلصينا، انا اول مرة اجي اصلا، وبعدين همشي وهتوقفيني وتدفعيني. قولي لي بكام اللي تجيبيه. طيب بقولك ايه، معلش ممكن تجيبي لي كوباية مية لحسن عطشانة قوي؟ حاضر. بصي ده تمام اكيد هاخده. طيب ماشي هروح بقى اشوف لك حسابه كام واقولك. لا استني، اصل انا شفت كام حاجه بره عجباني، هطلع اشوفهم واجي. طيب ماشي يلا هاجي معاكي. لا خليكي انتي، شوفي لي بس الحساب ده كام وانا هشوف الحاجات اللي عجباني واجي اقيس تاني. ماشي اتفضلي. ثانيه واحده. اتفضلي. يا مستبده. يا عم مستبده ايه، انا بقولك لحنها انا دي رتارا تارا تي رتارا تارا تي تارا تارا تي رتارا. تقول لي يا مستبدة؟ بقول لك ايه؟ اسكت اسكت، انا هدور عليها. اتأخرت ليه دي؟ يا نهار اسود. يا نهار اسود. ايه ده في ايه؟ تعالى يا لذيذ. اخد كل حاجه الا دي. يعني ايه؟ يعني تعبي ولفي في المول وفلوسي كلها اللي صرفتها راحت على الفاضي، ما بقاش الا دي. حرام عليكي يا شيخه بقى، انت كل مره تعملي لي عامله توقفيني كده زي كيس الكوافه. ايه يا ساره في ايه؟ انت بتعيطي؟ اه لا لا لا، دي دموع الفرحه. طب ما تفرحيني معاكي. مفيش، زي ما انت شايف كده كل حاجه راحت. اتسرقت؟ اه لا لا اتسرقت ايه، واحنا هبل. اه راحت بقى لاصحابنا، سيبها اللي اشتروها بفلوس كتيره قوي. حلو والله. طب بقول لك يا ساره، مش عايزه تجربي تعملي الموضوع ده كل اسبوع ما دام طلع بيكسب كده؟ لا لا لا، هي كفايه علينا بس مره واحده في السنه. اه براحتك، مع ان باين من منظر الحاجه ان هم كانوا بيخطفوها خطف. يلا عايزه حاجه؟ ادعيلي. ماشي انا هدخل انا ولذيذ بس عشان كنا بنعمل حاجه مهمه قوي. لذيذ تعالى. انا تقريبا افتكرت جملتين من الاغنيه، كانت بتقول ما صاحبش الفاره فير حتى لو راكبين فيراري. دور عليها عندك كده. مهرجان اخواتي، الصواريخ زوكش ودقدق وفانكي وشحته كريكا. هي دي. بقول لك ايه، تعالى جوه شغلها لي. اوكي
انت السبب في كل حاجه بتحصل لي. شايفه؟ شايفه؟ اديني كدبت عليهم اهو عشان ما يشمتوش فيا انا كمان. انا بجد حاسه اني جوايا نار بجد. نار حريقه. بقولك يا زوز، زوزتي لذيذ. ايوه مالك كده شايفك سارح كده وهيمان، انت مخك فين؟ ما عنديش مخ. اكيد يعني ما عندكش مخ، وانت لو كان عندك مخ كنت اهملتني بالمنظر ده. بقولك كنت عايزه اخد رايك في حاجه. هو اللون ده ايه؟ بينك. بجد مش اخضر يعني؟ بجد مش اخضر يعني يا حفي. انا عارفه ان هو بينك، انا قصدي يعني اللون ده ايه؟ بينك. رد يا لذيذ، رد، ايدي مش فاضي. اهلا بكم في واي كرييشنز، للغه العربيه اضغط 1، فور انجلش بريس 2. ثانيه من فضلك. اهلا بكم في واي كرييشنز، للغه العربيه اضغط 1، فور انجلش بريس 2. ثانية من فضلك. عملة في الانتظار. مش فاضية دلوقتي هدير. مش فاضية دلوقتي. خرب بيتك، هتقطع عيشي. اقفل بسرعة، اقفل. جماعة فين الحاجة اللي أنا قلت عايزها تطبع؟ المفروض لذيذ هو اللي يطبعها. لذيذ طبعت الحاجة؟ لا يا اختي، ايه السعادة دي؟ ممكن تطبع الحاجة؟ اوكي. كم نسخة؟ نسختين. أبيض وأسود ولا ألوان؟ ألوان. ورق A4 ولا A3؟ لذيذ، مش عايز تنيل. ما تتنيلش. ورق A4 ولا إيه؟ إيه؟ أنا ماشي، مع السلامة. لذيذ، أنا محتاج نسخة من كود السوفت وير على فلاشة بسرعة. ثانية واحدة وتجيبها قدامي. هون قوي. وبعدين معاكي بقى يا سارة، مش تشدي حيلك كده يا حبيبتي وتفرحينا بكتكوت صغير امور وطعم زي يوسف كده؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده امبارح؟ هو امبارح بس يا طنط، ده اول ده كل يوم، ده حضرتك ما بتفوتيش يوم غير لما بتقوليلي. ويا ريته جاب نتيجه ولا اثر فيكي. انت عارفه نجوى بنت عمته اول ما اتجوزت ما فيش شهرين فاتوا الا وجابت توأم. وعارفه بقى ناهد بنت عمته الثانيه اول ما اتجوزت هو اسبوع واحد وقالت لنا انا حامل. عارفه مصطفى ابن عمه؟ طبعا اذن حضرتك بس هرد على التليفون. الو. ايوه يا ساره. ايه يا حبيبي، في حاجه؟ بقول لك ايه، هتلاقي تيتا داخله دلوقتي عليكي، اوعي تقولي لها ان زومبا روبوت لحسن عندها فوبيا، وانا هبشرح لك لما اجي. يا نهار اسود، دي على باب الجنينه فعلا يا يوسف. طب يلا الحقيها. سلام. مين يا ترامب؟ سيدة عجوز. يا نبوية روحي افتحي الباب. كل حاجة نبوية انا ما بشتغل عندكم، مش بتعملوا في الواحد كده، حرام عليك. اوعي بقى ترخم. ايوه ايه ساعة عشان تفتحوا الباب. 50 ثانية. انت مين يا بنت انت؟ انا نبوية. كبرتي يا نبوية وبيتي شبه امك الله يرحمها. الله يرحمها. يلا عقبال ما تحصليها في حياتك ان شاء الله. اهلا اهلا، نورتي. انت لسه عايشة؟ انا برضو اللي لسه عايشة، سبحان من له الدوام. اهلا يا تيتا، ازيك؟ عاملة ايه؟ نورتينا. ميرسي. ايه بس لزوم التعب ده كله؟ لا يا حبيبتي، ده مش عشانك، انا بحب اجيب اكلي معايا عشان بقرف اكل عند الناس. اهلا وسهلا. اهلا. ايه وقت البريك؟ مش وقت بريك دلوقتي، في حاجات مهمه لازم اخلصها وفي عميل على وصول. ايه يا ابني بقى، لازم بريك بعد 4 ساعات شغل. ده في الظروف الطبيعيه يا حبيبي، انما في اللطه اللي احنا فيها دي لازم نيجي على نفسنا عشان اعرف الم الفلوس اللي لازم اسددها. اتفضل. ايه ده؟ خاتم هدير نسيته في الحمام. وانا اعمل بيه ايه بقى؟ بيعه وخد فلوس. اولا انت قلت ده بتاع هدير، يعني اكيد هيطلع فلسه. تاني حاجه دي كده يبقى اسمها سرقه، مش عايزه. اوكي
اسود. باشمهندس يوسف، مستر امين مدكور بره. طب دخليه بسرعه يا هدير. اهلا وسهلا. اهلا يوسف بيه. ازي حضرتك؟ منور. الله يخليك. اتفضل. تشرب ايه يا فندم؟ اخد قهوه على الريحه. قهوه على الريحه للبيه. قهوه بريحه البيه؟ لا، قهوه نص معلقه سكر. اوكي. منور يا فندم والله. شاكر جدا. بص بقى يا فندم، احنا كده جهزنا لك الدمو اللي حضرتك كنت عايزه. اليوزر بيدخل بيحط مساحه شقته، موقعها، تشطيبها، وعدد الاوض، وبعد كده حضرتك بتدي له اوفر. الاوفر ده يا اما بتشتري منه بيه الشقه، يا اما بيبدلها زي ما انت طلبت. طب ده عظيم جدا. اهم حاجه بالنسبه لي يا باشمهندس، ايه ده؟ مش ممكن، ده اسرع فنجان قهوه يجي لي في حياتي. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا موضوع السرعه ده عندنا ستاندرد، يعني حتى الابلكيشن هتلاقينا بنعمله بنفس سرعه القهوه. ده شيء يدعو للتفاؤل. الشغلانه دي لو ظبطت انا هفكر بشكل جدي ان انتوا تنفذوا كل شغل مدكور جروب. انتوا عارفين يعني ايه مدكور جروب؟ عارفين حجم شغلها قد ايه؟ ايوه عارف طبعا يا فندم، ده شرف لينا والله. ارتفاع ارباح مدكور جروب الى 900 مليون جنيه في العام الماضي. مظبوط. اللهم لا حسد. بعد نجاحه في السوق المحلي، مدكور جروب يغزو السوق الخليجي. دي نقله بقى دي. ان شاء الله. اتهام امين مدكور صاحب شركه مدكور جروب في قضيه نصب واحتيال. اللي انت بتقوله ده؟ حبس امين مدكور امبراطور العقارات 4 ايام على ذمه التحقيق. لذيذ. هو ايه اللذيذ؟ دي قله ادب وكلام فاضي. اوعى الله يخرب بيتك يا استاذ مدكور. ثانيه واحده بس. بس يوسف اتأخر قوي. لا ما اتأخرش ولا حاجة، ده هتلاقيه خلص الشغل اللي في ايده ويجي على طول. شغل ايه؟ انا قصدي على الخلفة، اتأخرته. لا ما اتأخرناش ولا حاجة، ده احنا يدوبك لسه متجوزين من كام شهر يعني. وهما كام شهر دول شوية؟ كان زمان الجنين بقى مكلبس كده. ولا انتي ما بتخلفيش؟ لا بخلف ان شاء الله. طب يلا بقى خلفي. او مخلف لحضرتك دلوقتي ولا اعمل ايه؟ لا مش قصدي، يعني الويك اند اللي جاي تتصلي بيا وتقولي لي ابشري يا تيتا انا حامل. مش هعيد كلامي تاني. حاضر يا تيتا، بس انا مش عايزاكي تقلقي عليا، لان انا طنط منفت ماسكه وداني ومستعباني في حالي، وكل يوم تقولي شدي حيلك يا ساره، هاتلنا ولد امور زي يوسف يا ساره. ما تقلقيش يعني. هي مرفت بتكلمك عن الخلفه كل يوم؟ اما ست حشريه وبارده صحيح. اوعي تسمحي لها، ما تخليش حد يتدخل في حياتك. حاول والله. وإذا ما جيت؟ استني، لذيذ بره. طب يوسف ايه التوتر ده كله؟ طب ما نقولها وخلاص. بقول لك ايه، ست كبيرة وفوبيا واسمعي مني جدتي وانا عارفها. لذيذ. نعم. شش، وطي صوتك، خش بسرعة، مش عايز أشوفك لحد آخر اليوم. أوكي. خش. إيه منورة يا تيتا والله العظيم، ده إيه النور ده؟ ده البيت نور. وحشتيني وحشتيني. يا حبيبي أنت كمان وحشتيني. عامل إيه يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي. الله يخلي، إيه ده إيه ده إيه ده؟ ده أنت كبرت أهو وبقيت قمر. ده أنت اللي صغرتي وحلوتي واتدورتي يا تيتا. يا واد يا بكاش، طول عمرك دمك خفيف وطعم ولذيذ. نعم. ايه ده؟ مين ده؟ ده صاحبي. صاحبك ولا ابن خالتها؟ هو صاحبي وابن خالتها. طب وبيعمل ايه هنا؟ ده بقى، ده كان متجوز واحده، مراته ضحكت عليه، سرقت فلوسه كلها وشقته كمان، فجه بقى يقعد عندنا كده كام يوم. برافو برافو، خطيره ساره دي. الواد ده باين عليه غلبان قوي، يعني هي مراته خدت كل اللي حيلته واديته زومبا. نعم. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. وتطلع من دي رخره؟ دي 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 دي, دي, دي بنت خالتي. بنت خالتك ولا صاحبتها؟ بنت خالتي يا تيتا، اللي هي من ناحيه ماما. مش فاكراها ازاي؟ لا مش فاكراها. هي دي بقى الواطيه اللي قلبت جوزها. احنا بقى جايبينهم هنا عشان نصالحهم على بعض. فهمت فهمت، بس دول مش لايقين على بعض خالص. سبحان الله بقى يا تيتا، سبحان الله. ليه كده بس يا بنتي تزعلي؟ ما بزعلوش. ايه دي بتقول ايه دي؟ العربي بتاعها مكسر، اصلهم مش من مصر. الله، امال انتوا منين يا ولاد؟ حرفي اليابان. استراليا. كندا. بصي بقى،
هم اصلا من استراليا. ايوه. حبوا بعض في كندا؟ اه. اتطلقوا في اليابان؟ وهيتصالحوا في مصر بعون الله. الحمد لله، ربنا يهدي سرهم. ليه كده بس يا بنتي؟ انا لو منك اشيله في عينيا. حاضر. لا 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 يا زنبة، انت هتشيليه بجد، بتموت في الهزار، بتموت في الهزار. خشوا انتوا بقى واحنا هنسهر مع تيتا شوية. حاضر. السهر غلط على صحتك. معلش يا لذيذ، عايز انا بقى اتعشى مع تيتا واقعد معاها شوية. هحضر لك العشاء. ايه ده؟ هو مين جوز مين؟ انا هحضر العشاء، انا موجوده، وانتوا كل يوم هتساعدوني يا جماعه. خشوا بس، خشوا ارتاحوا. اوكي. واخبار الارض والمحصول ايه؟ وانت مالك انت ومال الارض والمحصول؟ انت هتنقعي على حته الارض اللي سابها لي المرحوم جوزي؟ ايه، عايزه تورثيه بالحياه؟ حياه ايه اذا كنت بتقولي المرحوم؟ هو انا قلت حاجه؟ بالهنا والشفا. تعبناكي معانا يا ساره. والله ايدي ورجلي ورمت عبال ما عملت الاكل ده كله. انا بقول ساره. صحيح، وعلى رأي المثل اكدب تلاقي وما تغنيش لحمائي. ما كانش له لازمة التعب ده يا سارة. يا تيتا تعب ايه بس؟ دي سارة صممت تعمل لك الاكل بايديها عشان تأكد ان هو يعجبك. يا حبيبي انا لما عرفت ان انا جاية جبت الاكل بتاعي معايا، علشان انا ما اضمنش الاكل من ايد مراتك، خايفة تكون زي امك. لا 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 يا تيتا، دي سارة تمام والله. وانا يعني اللي مش تمام؟ يا ماما مش قصدي والله العظيم. ايه ده، امال فين اصحابك؟ ناموا. ناموا ايه ده، من غير ما يتعشوا معانا؟ ما هم دول اصلهم بيناموا بدري، انت عارفه بقى يا تيتا الاجانب والسيستم بتاعهم. لا يا حبيبي انا ما ينفعش الكلام ده، لازم يتعشوا معانا. ولو كانت امك ما علمتكش الاصول اعلمها لك انا. رايحه فين يا اخت؟ رايحه اجيب حاجه واجي. لا ما تجيش. سبحان المعز المذل. طب تيجوا ناكل بقى؟ يلا ناكل. لا انا مش ممكن اكل من غير ما يجوا اصحابك. اصلا يا تيتا مش هينفع اخش عليهم عشان الخصوصيه، وانت عارفه بقى الاجانب في الحاجات دي. لا خلي عنك انت، انا بقى اللي هناديهم. هم اسمهم ايه؟ لذيذ وزومبا. يا عزيز يا بومبا، العشاء جاهز. هم ما جوش ليه؟ عشان حضرتك بتقولي اساميهم غلط. اسمهم الحقيقي لذيذ وزومبا. يا لذيذ يا زومبا، العشاء. حطوا يا حبيبي. ايه ده، انتوا بتخلوا الضيوف يعملوا لكم شغل البيت؟ لا اصل هما بيعتبروا نفسهم صحاب بيت وكده. طب اقعد كل واكل زومبا مراتك. مش باكل. مش مراتي. لا حول ولا قوه الا بالله، لحقوا يتخانقوا، دول لسه متصالحين. ما هما بقى كده يا تيتا، يتخانقوا ويتصالحوا، ويتخانقوا ويتصالحوا. اجانب بقى هنعمل ايه؟ طب انتوا غسلتوا ايديكم؟ لا. طيب بص يا تيتا بقى، عشان انت عارفه النظافه والحاجات دي، فلازم اخدهم عشان يغسلوا ايديهم. يلا يلا تعالوا نغسل ايدينا. اوكي. ها طيب، انا كده ظبطت الستوب ووتش بتاعكم على 5 دقايق. اول ما انتوا باصين فين، ما تبصولي. اول ما ال5 دقايق يعدوا هتقولوا تصبحوا على خير وتخشوا على الاوضه. فهمتوا؟ فهمت. تمام فهمت. والله انا ما خايف غير منك انتي. ما تخافش يوسف. ايه يا ماما؟ ايه ايه، هتفضل ساكت لحد امتى على تهزيق مامتك؟ يا ماما تهزيق ايه يا ماما، ما انتي عارفه تيتا وعارفه طريقتها، ست كبيره بقى يا ماما. وعدي اليوم وفوتي وعدي وخلاص. انا لا هعدي يوم ولا هفوت. انا مش عارفه الست دي بتعمل معايا كده ليه. معلش بقى يا طنط، مش كل الحماوات كيوت وطيبين زي حضرتك كده، في حماوات اجارك الله. طيب يا اختي، انا هطلع بيتي ومش هنزل هنا تاني غير لما تمشي الست دي، مفهوم؟ وانت بقى اقلع البيجامه بتاعه المرحوم. اوكي يا عم، مش دلوقتي، لما نخلص. اوكي. اسبقوني بقى انتوا يا ساره عقبال ما اشوف ماما. حاضر. يلا. انا والله ما مصدق ده، انا بتنشق على كلاينت جديد للشركه. اقسم بالله مستر يوسف، انا متاكد ان العقد كان هنا. قدامك دقيقه والاقي العقد ده على مكتبي. حاضر. دقيقه. لسه 55 ثانيه. وترني بقى، وترني اكتر.
لسه 45 ثانية. ايه انت هتلم الورق يا لذيذ. بقول لك ايه، انت ما شفتش العقد؟ شفته. يعني انت عارف مكانه؟ ايوه. سيبني اتهزق من الصبح؟ طب ما قلتليش ليه؟ ما سألتنيش. بجد والله؟ أنا آسفة، العقد فين؟ هنا. برافو عليك يا لذيذ. بقول لك ايه، كان انا اللي لقيته ماشي؟ انا اللي لقيته. يا سيدي انا عارفه ان انت شطور ولذيذ وانت اللي لقيته لوحدك، ممكن بقى ما تقولش ان انت اللي لقيته. اوكي شكرا. اهو لقيته. لقيتيه؟ انت عارفه انت اللي ما كنتيش لقيتيه، انا كنت عامل فيكي ايه؟ مش عايزه اعرف. ايه ده؟ ايه ده؟ لقيتيه فين ده؟ في الباسكت. مين اللي رماه في الباسكت؟ المهندس رامي. رامي؟ عرفت بقى ان مفيش حاجه عندي بتضيع. عن اذنكم انا داخله اظبط الميك اب بتاعي. صباح الخير يا جماعه، لقيتوا العقد؟ لقيته في الزباله. في الزباله؟ مش هاخد بالك يا يوسف. هو انت لسه جاي دلوقتي؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا قول. اصل واحد صاحبي وقع من على الدائري امبارح وكنا مضطرين نسهر معاه بقى في المستشفى كلنا. اه وايه اللي تحت عينك ده؟ ما مش سهر يا يوسف، بقولك ما نمتش من امبارح. كنت سهران بعين واحده ولا ايه؟ بس انا ماليش في السهر انت عارف، فسقطت في دي بس كده. يا ابني انت مش هتبطل كده. ليه كدب ليه؟ دي لبنه دي ولا ايه؟ خد تعالى بس ما تخافش. ايه ما انت ما تربنيش. انا قصدي لبنى اللي عملت في وشك كده. ايوه يا عم قفشتك تاني. ها طب ما تحترم نفسك، انت هتعمل لي فيها جان ليه؟ اتجوزتها ليه؟ طيب بس انا مش فاهم، هو لبنى دي بنت عمي وعم الله يرحمه كان مدخلها في الورث وانا ابويا كان ليه حته ارض، يعني الموضوع مش كده. متجوزه تخليص حق يعني. بس بقى عشان لذيذ بيسجل كل حاجه. بتحلمي بليله العمر؟ بتحلم بليله العمر؟ بتدوروا على افكار جديده ومبتكره وما حصل. يا زلمة مسك الورق انزل وريه لي بالترتيب. الله يلا تاني من الاول. اكشن. بتحلمي بليله العمر؟ بتحلم بليله العمر؟ بتدوروا على افكار جديده ومبتكره وما حصلتش في اي فرح في مصر ولا في العالم؟ يلا كلمونا على الارقام اللي في صفحتنا او ابعتوا لنا انبوكس وهنرد عليكم على طول. كات. برافو عليكي يا زومبا، شكل موضوع الويدنج بلانر ده هينجح قوي وهنلم منه فلوس كتيره قوي. دلوقتي بس عايزين افكار جديده للافراح، تفتكري ايه هي؟ ما اعرفش. نعم، هو انت مش قايله ان انت عارفه افكار جديده وهتقولي لي؟ نعمل زفه. بس الزفه قديمه قوي يا زومبا، احنا عايزين حاجه اجدد كده. نجيب بوسي. قديمه بتيجي مع الليسي يقعدوا يغنوا في الافراح؟ لا حاجه اجدد قديمه. نجيب بوسي. تاني يا بنتي قلت لك قديمه. من غير ليسي. هي دي جديده يعني يا زومبا؟ بوسي وحمائي. يا بنتي قلتي وديره عمل بوسي. حلالك الا بالله. طب خلاص سيبك من الناس اللي هتغني في الفرح، عايزه افكار كده جديده للعريس والعروسه. مثلا العريس ياكل العروسه بالشوكه في بقها، وفجاه ايوه العروسه تاكل العريس بنفس الشوكه في بقه، وساعتها يجي الراجل ياكلهم الاثنين بنفس الشوكه. ها صح، ودي بقى حاجه جديده. حاجه مقرفه. في ايه؟ كومنت كومنت لايك لاف أعجبني. خش أرد عليهم؟ رديت عليهم، تم الرد في الخاص. طب وعلى إيه زومبا السسبنس ده كله؟ ما كنت تخش ترد في الكومنتس وخلاص. عشان التفاعل يزيد. أعجبني لايك. بجد يا لذيذ أنا مش عارفة أقول لك إيه، أنت أنقذتني حقيقي، أنت إنسان قوي. لا 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 حقيقي حقيقي أنت إنسان. لا مش معقولة، ما هو انك تبقى عامل حاجة حلوة قوي كده وما تبقاش حاسس انك عامل حاجة حلوة، ده في حد ذاته يثبت ان انت جواك حاجة حلوة، انت فاهمني ولا ايه؟ لا كل حاجة لا لا تسهلنا قوي. بقولك يا لذيذ، هو انت في حد في حياتك؟ يوسف. مش قصدي في الشغل، قصدي في البيت. يوسف. ماشي يا عم التقيل، خليك كده اعمل هندي. اوكي. تعمل ايه يا لذيذ؟ هندي بس يا لذيذ بس. سيب شغلك بتعمليه يا هدير، سيب لذيذ في حاله. باشمهندس لذيذ هو اللي عينه عليا طول الوقت وانا ما بفكرش في الارتباط خالص الفتره دي الحقيقه. لا باين على وشك. كلي عيش يا هدير. ها كلي عيش. انا راح افطر. اوكي. بصي بقى يا زومبا، دول مروه والشيف صحابي من ايام المدرسه، عايزين نعمل لهم فرح الناس كلها تتكلم عنه.
بس الغريب اصلا ان هم يتجوزوا، ده احنا من واحنا صغيرين مسمينهم نقرونية. تعالي تعالي اسكتي ما تفضحيناش خالص. اهلا اهلا مروه وشريف. يا زهره ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. وانتوا كمان قوي. دي زومبا ماي اسيستنت. ايه؟ اقعدي يا زومبا اقعدي. دول بقى اصحابي يا زومبا. نائر ونقير. زومبا بتموت في الهزار، بتحب الهزار قوي والله. واضح ان هي عشريه شويه. جدا. يا جماعه انا اول ما عرفت ان انتوا هتتجوزوا قلت نو واي، مروه وشريف يتجوزوا؟ ده انت كنت مبهدلها جدا. فاكر جالك كام استدعاء وليه امر سببها؟ ولا انت فاكره القلم اللي لطشتيه له في وسط الفسحه؟ ده لسه بيسمع في ودني لحد النهارده والله. خلاص بقى يا ساره، كنا صغيرين بقى وشقوت عيال بقى، انت فاهمه وكده. بصي بقى يا ساره، احنا جايين لك النهارده عشان نتفق على الفرح اللي انت هتعمليه لنا، ومحتاجين كل حاجه تبقى مختلفه من اول الانفيتيشن بتاعت الفرح. تفتكري يا زوم نقدر نعمل ايه في موضوع الانفيتيشنز؟ نكتب شيلوني بحنيه دي ماما تعبت فيا. ليه وانا سواق توك توك؟ فرح يا زومبا، فرح يا حبيبتي فرح. نكتب زفاف الاستاذ شريف على الانسه ام. انا ايه؟ لا ام ليه؟ ومروه حرام، ما نكتب اسم مروه. نكتب زفاف الانسه مروه على الاستاذ اس. يعني مروه مش حرام، شريف حرام، في ايه يا ساره؟ ما نكتب يا جماعه مروه وشريف. ساره هي اكيد متلخبطه. لا خالص، دي كريتيف جدا، بس هي ساعات كده بتحب ايه تفكر بره الصندوق. بصوا يا جماعه ما تشيلوش هم الفرح خالص، انا هعمل لكم فرح السوشيال ميديا كلها تحكي وتضحك عنه. عارفين كده الفرح اللي العريس والعروسه بيدخلوا كده على حنطور سايقه حصان؟ لا ساره حبيبتي الكلام ده ادم قوي. استاذ شريف ايجار الحنطور. شريف انا؟ اه. بلاش دي بلاش دي، ايه رايك لو تدخلي على كرسي الملكه الفرعونيه؟ الملكه الاستاذ شريف يشيل الكرسي. يا جماعه انتوا ايه؟ انا لازم اشيل حاجه وخلاص؟ في ايه يا ساره؟ وانا جاي اتجوز ولا جاي شغال ولا ايه؟ يا جماعه هي كل الافكار دي حلوه جدا بصراحه. اه يا بنتي قلت لك افكاري كلها مش عاديه. انا وشريف بقى عايزين افكار عاديه. اه والله. طب ايه رايك تبقي انت داخله الفرح كده شايله الاستاذ شريف؟ شريف هاجري ههرب. هي دي العادية؟ آه. طيب أنا آسف هتدخل في شغلكم. ها أنا عندي فكرة. إيه عادية ولا مش عادية عشان تفرق؟ بس أنا عايز حاجة ساذجة، حاجة تافهة، مش عايز أي تجويد. انكليش انكليش. لا طب ممكن بس آخد زي ايه يا يوسف؟ في ايه؟ عايز ايه يا زيد يا حبيبي؟ ممكن اخد لذيذ العب بيه شويه؟ لا مش ممكن، لذيذ مش لعبه يا حبيبي. طب ممكن اشغل اغنيه بيبي شارك عشان اسمعها واحنا بناكل؟ ليه واحنا لو ما شغلنالكش بيبي شارك مش هتاكل يعني؟ لا هاكل. شفتي؟ حرام عليك يا يوسف، عايزين الولد ياكل. لا هو هفتان فعلا بصراحه. انا هعملك اللي انت عايزه يا حبيبي. زومبا اعملي كونكت للبلوتوث وشغلي له بيبي شارك. The Bluetooth device is connected. شفت يا يوسف اللي حصل؟ ايه؟ ايهاب جوز جايلان طلع بيخونها. بجد؟ ايوه والله يا ابني دي منهاره. اصل انتوا متاكدين يعني؟ اصل ايهاب ده دهول قوي، ما يبانش عليه ان هو بيخون وبيعمل حاجات دي خالص. يا ابني بقول لك قفشته. يبقى دهول فعلا، عشان كده قفشته. شيء مصنوع، البشر مش كده. هو بيعمل ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا لذيذ؟ بتفرج على يوسف الشريف. يا دي يوسف. طب سيب يوسف الشريف لو سمحت واقرا المسج. اوكي. هاي يا جو، نقطة نقطة، بصراحة دماغك عجبتني جدا. ايموجي بيسقف، ايموجي رقاصة، ايموجي بيسقف، ايموجي رقاصة. عايزين نروح سوا شقة الزمالك في أسرع وقت زي ما اتفقنا. نقطة نقطة، متأكدة إن احنا هنعمل حاجة جامدة جدا. ايموجي عضلات، ايموجي عضلات، ايموجي عضلات. مين دي يا يوسف؟ دي كلاينت عندنا في الشغل. في ايه؟ هو شغل ايه ده بقى اللي يوديك مع شقة الزمالك؟ شغل يا سارة عادي. في ايه؟ الزمالك المنطقة اللي احنا رايحين هنشتغل فيها. ايه ده؟ تسلم ايدك يا حبيبتي، أكل حلو قوي. ده انا لقيت صوابع عيل صغير مبصمة جوه. ده غير لحوسة الشوكولاتة، فيها يا باشمهندسة؟ لا
المكان ده ما بيتعاملش كده، ما بيتعاملش كده خالص خالص. سؤال بقى، انت الصبح بتدوري وتدي اوردرات على طول ولا بتهدي عليها الاول؟ لا بدورها وادي اوردرات على طول. لا مش مع المكنه دي بقى يا باشمهندس، الكلام ده مع المكن الحديث دي، تدوريها وتهدي عليها شويه، الكهرباء تمشي في السيور توصل في اقسم بالله لو عديت هنا تاني هتبيعها لك. لا مؤاخذه يا باشمهندس، المكنه دي تدوريها تستني الكهرباء تخش البوجيهات تمشي في السيور توصل لصدر المكنه تاخد وتدي معاكي، انما الكبس ده هيجيب وش سلندر، لو دي جابت وش سلندر هنجيبه منين؟ ده لا حرفيين ولا لبيني ولا استيراد ولا جديد، ملوش سكه. لا وعلى ايه؟ اي خدمات مني؟ طب بقول لك ايه اعرف؟ امور يا باشمهندسه. ما تقول لي كده ازاي اسحب الداتا من الروبوت؟ لا ما انا ما اتحاسبتش على اللي فات، هتكلم في الجديد، حطي نفسك مكاني انا غلبان اصلي. اتفضل يا سيدي. ملوش لزوم الباشمهندس بيزعل لما بيعرف ان خدت فلوس، وبعدين ايه العشرات دي انت شغاله على ميكروباص؟ دي حاجه بسيطه كده. ماشي. عامة الروبوتة دي الباشمهندس يوسف موصلها بموبايلك، يعني تقدري توصليها وتنزلي الداتا اللي انت عايزاها. ما انا بقى مش قصدي الروبوت دي، انا قصدي الروبوت التاني. لا الروبوت التاني دي امانة وانا الباشمهندس بيستأمنني. ما الورق الكبير موجود، ما طلعتيهوش من الاول ليه؟ ماشي يا باشمهندس، خدي الفلاشة دي هتوصليها بالروبوت الداتا اللي انت عايزاها تنزلك عشان تراقبي يوسف براحتك. ميرسي قوي يا عرفة، والله العظيم مش عارفة اقول لك. هو انت ازاي عرفت ان انا هراقب يوسف؟ يا باشمهندسة عيب، ده انا في الشغلانة دي من وانا بيبي صغير. ايه ده؟ هتعمل بيبي؟ ثانية واحدة، اثبت. انت ما صلحتهاش كويس بقى. لا شغالة والله، انت بس لو عندك تقلة ولا حاجة تحطيها من ورا، وبعدين بقى اقول لك دي عشان تظبط معاكي الصح. تطلعي بيها على مغسلة واديها واحدة كيماوي، وقولي عرفة قال. سلام عليكم. شكرا يا عرفة. السلام عليكم. اهلا ساره. انا مش ساره. لا انتي ساره ومغيره صوتك. يا رب اعمل معاه ايه بس دلوقتي. لذيذه. هو ايه البتاع اللي وراك دي صحيح؟ مفيش ورايا بتاع. لا في بتاع اهو، بص يا عم بقى. مفيش بتاع يا عم، بص انت هتقرفنا. اوكي يا ساره. مفيش بتاع. يو اس بي ديفايس كونكتد. بقول لك يا يوسف، انا جالي نوتيفيكيشن ان في حد عمل باك اب لزومبا، ده انت؟ انا ايه هعمل لها ازاي وانا هنا وهي في البيت؟ دي جات لك امتى النوتيفيكيشن دي؟ من شويه. طب ما يمكن ساره. ساره ايه؟ لا ساره مش هتعرف طبعا. استنى كده اشوف هي اتعاملت مع مين اخر حاجه. طب اهو مع ساره وعرفه. ايه ده مين ده؟ مش عارف. انت مالك نطيت لي كده ليه؟ ما توعى. ماشي. يا نهار اسود. الو؟ ايوه يا ساره، ما بترديش ليه؟ معلش يا حبيبي انا اسفه والله ما سمعتش الموبايل. انت مش في البيت ولا ايه؟ ها؟ انا عند الخياطه. خياطه؟ طيب ماشي يا ساره. سلام. سلام. خياطه؟ خياطه انت كمان، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا لا مش ناساك والله ما اقدرش. هكون موجوده في البيت زي المره اللي فاتت. لا لا خلينا في البيت احسن عشان نبقى على راحتنا كده. ماشي اوكي باي. بقول لك ايه يا ساره؟ انا نازل، عايزه حاجه؟ ورايح بقى فين بالشاكه دي كلها؟ لا ده معاد شغل مهم بس. معاد شغل مهم. طب ما تنساش بقى وانت راجع من معاد الشغل المهم تجيب لينا الطلبات اللي اتفقنا عليها. لا ما تقلقيش، انا كده كده هعدي على السوبر ماركت عشان اجيب اكياس الزباله السوداء اللي بنقطع فيها اللحمه دي، عارفاها؟ عشان ناوي بس اذبح قريب. طب وهتتاخر في الشغل صح؟ هتاخر. ما تقلقيش خدي راحتك. طب ومش هتاخد معاك لذيذ ولا مش عايز حد يعطلك عن الشغل؟ لا لذيذ اصلا فاصل شحن، وكده كده ده حته روبوت مش هيضايقك في حاجه. ماشي. باي باي يا حبيبي. باي باي يا حبيبتي.
كده بالكتير قدامنا اسبوعين ونسلم حضرتك الابلكيشن بتاع البيوتي سنتر جاهز ان شاء الله. ايه ده، هو الباشمهندس يوسف مش جاي النهارده؟ لا باشمهندس، مدام ساره اتفضلي. فين يوسف؟ لسه ما جاش، ده حتى مدام لينا قاعده مستنياه. اهلا، هو انت بقى لينا؟ طب بصي بقى، لو هوبتي من ناحيه يوسف جوزي تاني هخليكي لا تنفعي لا لينا ولا لنفس. ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوليه ده؟ لا حضرتك فاهمه غلط يا مدام ساره، باشمهندس يوسف ما عملش حاجه، انا اللي بظبط لينا. بتظبط لينا؟ بظبط شغل لينا. ايه يا لبنى ده، في ايه؟ هو ايه الشركه اللي داخله في بعضها دي؟ بعد اذنكم يا جماعه انا ماشي. انا كنت متاكده ان كل نزواتك القذره بتعملها هنا. اه طب بتضربي في السليمه. طيب خد هنا. عارف لو يوسف شم خبر بس ان انا جيت الشركه عامل فيك ايه؟ هموتك. انا مصدوم بجد يا ماما، معقول ساره تعمل كده؟ ما تقولش كده يا حبيبي، اكيد في حاجه غلط. ماشي يا يوسف، ما هي دي اللي انت بتخني معاها؟ ده انت طلع ذوقك وحش قوي. بس لا، لو ذوقك وحش ما كنتش اتجوزتني. ايوه يا ساره. ايوه يا يوسف، انت فين؟ انا في المكتب، وراي بس شويه شغل كده اخلصهم واجي. ايوه يا فندم، هجيب لحضرتك الورق حالا. مكتب؟ ماشي يا يوسف، سلام. يلا سلام. حبيبي. وكمان عامل نفسه في الشغل والهلم عامل نفسها سكرتيره. زومبا زومبا يا زومبا قولي شاكوش. اتحركي بقى يا زومبا. يا زومبا قولي شاكوش. شاكوش شعرك منكوش. انا نفسي اعمل حاجه مجنونه ونفسي لو توافقيني عليها. زهره انا موافقه على كل حاجه يا شريف. وكمان جايباه البيت يا ساره؟ وعملك كل اللي انت عايزه. انا كده فهمت ايه اللي بيحصل. لا لو فهمت ما تقوليش عشان ما تحرقش الاحداث، انا بحب اتابع بنفسي. وعد مني مش همشيك من هنا غير وانت مبسوط. اعتبر ده وعد. وعد. مش هيروح غير وهو مبسوط. يعني ايه يا ماما؟ استنى بس استنى. امسك الايد ربع ساعه بورت اضاءه عليا تسيبيني مع الايد. ده بيتقدم لها. يمكن ترفض. استنى بقول لك استنى. ايه ده بس يا استاذ يوسف، انا عارفه ذوق مدام ساره مراتك، لا يمكن توافق ابدا على الراجل ده. فصلني. صور 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 ثم الفريز. طب دي فكره حلوه قوي، وهتعملوا هاني مون فين بقى على كده ان شاء الله؟ في يوسف وطي صوتك. وطي صوتي؟ هتعملوا هاني مون فين بقى على كده ان شاء الله؟ حلو كده؟ ده انا هعلي صوتي وهوديكي في 60 داهية وهفضحك انت وهو في الشارع والعمارة كلها. اوعى ايدك يا يوسف، ده شريف. ايه ده؟ ده شريف؟ اه والله بجد والله. طب طمنتيني، ازيك يا شيكو؟ عامل ايه؟ ده انا هذبحك يالا. ده انا هذبحك. انت كده هتخنقني. ما هو انا هخنقك وبعدين هذبحك. ما انا هكون مت، هتستفيد ايه؟ حرام عليك يا يوسف، ده هو العريس يجيلي. طب ادعي ربنا بقى يرزقك بواحد احسن عشان ده خلاص راح. يا يوسف يا يوسف حرام عليك يا يوسف، سيبه. انت بتضرب خطيبي ليه يا بني ادم انت؟ مين ده ساره؟ ده يوسف جوزي. وبيعمل ليه كده؟ بيخطبه عشان خاطري، ده احنا فرحنا كمان اسبوع، انا محتاجاه قوي. فرحكوا؟ اهو طلع بيعرف عليكي واحده وبيخونك اهو يا هبله من اولها. بيخوني ايه يا يوسف؟ دي مروه وشريف صحابي من ايام المدرسه، كانوا جايين لي هنا عشان اعمل لهم الويدنج بلان بتاع فرح. انا هقعد في الكوشه ازاي دلوقتي؟ شاكرين قوي يا ساره على التأذير اللي حصل لنا في بيتك ده. يلا يا حبيبي ما تقفرش بقى، ما فيهاش حاجه، هي حط عليها تلج بس. اوعى ايدك. استني بس يا مروه. طب والفرح؟ مش معقوله، مش مصدقه نفسي والله العظيم، يعني كمان تبقى خاني وبرضه تبوظ لي شغلي. اخونك انت كمان. ايوه بتخوني مع لينا الرقاصه. اولا اسمها دينا الرقاصه، ثانيا انا اتمنى، وبعدين انا عمري ما شفتها غير في التلفزيون، اخونك معاها ازاي؟ تقصد لينا الرقاصه الجامده؟ ايه انت قصدك لينا الرقاصه اللي عايزه مننا شغل في الشركه؟ شغل؟ اه والله العظيم شغل، حتى سألي لذيذ. رساله غير مقروءه من لينا الرقاصه الجامده. طيب تمام يا لذيذ، خلاص احنا تمام. لا مش تمام، سمعني يا لذيذ. باشمهندس يوسف ازيك، نقطه نقطه نقطه، شكرا لتعبك وذوقك معانا، بجد ذوقك تحفه وافكارك تحفه، بس للاسف حصل عندنا ظروف وهنأجل المشروع،
ايموجي قرد مغمي عينيه، ايموجي قلب، ايموجي بوسه شفايف. ارتحت يا اختي؟ اهالينا طارت والشغل كمان طار. معلش يا يوسف يا حبيبي، تلاقي حد عندك في الشركه ضايقه ولا حاجه. ربنا يعوض عليك يا حبيبي. معلش معلش. يا حرام، شفتي الاثنين طلعوا ظالمين بعض. في ايه يا جماعه؟ وانتوا سايبين الباب مفتوح ليه؟ ازيك يا جيجي؟ انا داخل. الحمد لله على السلامه يا جيجي حبيبتي. طمني عليك، عملتي ايه؟ الله يستر فهمك. شفتي اللي حصل؟ ايه، انا طلعت ظلمه ايهاب، ما طلعش بيخوني ولا حاجه. شفتي يا هبله، انا قلت لك اصلي مفيش واحده عاقله تشك في جوزها انا بيخونها لسبب تافه زي ده وتخرب بيتها بايديها. هبله. انت فين يا زومبو؟ بتعملي ايه كل ده؟ بعمل فطار. طب ومالك واقفه كده ليه؟ قلتي عايزه افطار زي يوسف. ايوه، ايه الصعب في كده؟ دي بيضه وشويه فول وكوبايه لبن. يعني البيض كتير، انهي واحده؟ اي واحده يا زومبو. خلاصي دي تنفع؟ تنفع يا زومبو، يلا اعمليها. بس دي اصغر ب 2 جرام من اللي اكلها يوسف. يا سلام، ده على اساس ان انت بتعملي لي الحاجات اللي بطلبها منك بالظبط عشان يفرقوا معاكي ال 2 جرام دول. ما تخلصي يا زومبو اي حاجه. عايزه البيضه مسلوقه ولا مقليه ولا مسلوق؟ مسلوقه، ودي اسهل طريقه. يلا شوفي بقى اعملي. مالك ما بتتحركيش ليه؟ ببحث عن طريقه عمل البيض المسلوق. يا نهار اسود يا نهار اسود، البيض بقى ليه طريقه؟ ما تجيبي اي حاجه يا زومبو وتحرفيها جواها وتحطيها على النار. انا هقتلك هقتلك. عارفة ايه اللي انقذك مني دلوقتي؟ ان الجرس ضرب. روحي افتح الباب. يا رب انا عملت ايه في حياتي عشان يحصل فيا كل ده؟ يا رب انا تعبت. يا صباح الجمال. اوكي يا فندم، حاضر. سلام. بقى لذيذ، ما تجيب الفطار اللي مدوخك ده. اوكي. بقول لك ايه لذيذ، هو انا عمله نادره في حياتك ولا انت طيب كده مع كل الناس؟ طيب مع كل الناس. بقول لك ايه، انا عماله اديك فرص وانت بتستغلش ولا واحده. يا اخي اكدب عليا، غشني، اوعدني واخلع، اعمل اي حاجه. مش بستغل ومش بكدب ومش بغش ومش بخلع. وده اللي عاجبني فيك. انت عارف يا لذيذ، برغم كل الشبان اللي بتجري ورايا الا انك لفت نظري، لانك حد كده طيب ونظيف وواضح وشفاف ولذيذ. شكرا. العفو. بقولك ايه، هو انت هتبقى فين النهارده بالليل؟ مع جو. لازم اتوقع يعني مع جو. طب ايه رايك نخرج بالليل؟ اوكي. بجد؟ طب هنسهر فين؟ في اماكن السهر. صح، في اماكن السهر. طبعا انا بقى هسهرك سهره بس ما تقعش مني. ممكن افصل في اي وقت. لا ما تخافش، مش هعمل اي حاجه تفصلك. انت بس ابعت لي لوكيشن البيت وانا هعدي اخدك. اوكي. واقع قوي. النسكافيه فين يا هدير؟ حاضر. انت فين يا زومبا؟ ومين كان على الباب؟ المغسله. طب وبترغوا في ايه كل ده؟ هو قال لي هيكلم يوسف. الله يخرب بيتك، هببتي ايه؟ طب روحي انت وانا هكلم يوسف يتصرف في الموضوع ده. هو هيجي بالليل. طب روحي اعملي الحوض. ايه يا اختي، بتبحثي عن كيفيه عمل الحوض ولا ايه؟ انت عارفه يعني ايه اعملي الحوض اصلا؟ لا. طب عارفه يعني ايه مواعين؟ لا. يعني تغسلي الاطباق. حاضر. بس الاطباق اللي مش نظيفه بس. ها، طب روحي افتحي الباب. طيب يلا. اوه، مشروع لبس هالوين؟ لا والله خالص، ده انا اصلا كنت بفكر في افكار مشروع جديده كده بس الهالوين ما كانش واحد منهم الصراحه. امال مالها لابسه كده ليه دي؟ مش عارفه، يمكن بتقلدني مثلا. يلا بينا. يلا. سلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ اتفضل. الحمد لله. ازيك يا رمضان؟ في ايه؟ دي هديه بسيطه كده عشان ربنا يفرحنا كلنا.
طب متشكر، حسابهم كام دول؟ لا لا حسابها وصل يا باشمهندس، عيب لما تقول كده. طب شكرا يا حبيبي، يلا. الله يخليك، انا عارف، انا عارف والله، باين في عينيك ان انت زعلان مني عشان اتاخرت، بس عقبال ما كنت بكوي الحاج والله. في ايه ياما؟ هو ده وادي البيت الحلو اللي انت هتعيش فيه؟ الله، امال العروسه فين يا واد؟ ايه ده، في ايه يا ابني انت؟ في ايه يا باشمهندس، انت بتبخ في وشنا ليه؟ ما عمالين نحننك ونهننك من الصبح، في ايه مالك؟ احنا جايين نفرد الكلام مع بعض ولا العروسه ما قالتلكش؟ عروسه مين؟ لا 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 طبعا، قالت لنا اتفضل. طب ما تتكلمي بدل ما كنا هنقتل بعض دلوقتي. معلش اتفضل. تعالي يوسف عايزاك، تعالي يا زومبا. اجي معاكو؟ ده العشم واخده كده ليه ده؟ معلش تعالي بس قولي. تعالي ياما اتفضلي. الصلاه على النبي، ده احنا بقينا نكوي بره. اللهم صل على النبي. اهلا وسهلا. اهلا بيك، ربنا يخليك. بصي بقى ياما، الشغل البلدي اللي معمول هنا ده كله انا هفجره. الشجر ده هيبقى شجر مانجا، الكنب ده هيبقى سجاد لان مفيش حد بيقعد هنا في الصاله اصلا، تمام؟ والتلاجه اللي ورانا دي انا هبيتك فيها باذن الله ياما. ممكن بقى تفهميني الحوار اللي دار ما بينك وما بين رمضان بالظبط؟ كنت واقفة معاكي. عارفة ايه اللي انقذك مني دلوقتي؟ ان الجرس ضرب. روحي افتحي الباب! يا رب انا عملت ايه في حياتي عشان يحصل فيا كل ده يا رب؟ انا تعب؟ يا صباح الجمال. صباح الجمال. اللهم صل على النبي، وانا باجي كل يوم عشان الحركة دي. الجميل عامل ايه؟ مين الجميل؟ انت الجميل. هو في جميل غيرك يا جميل؟ معرفش. انا بقى اعرف. انت ست البنات كلهم يا زومبا. شكرا. عفوا. في ايه؟ هو الكلام على قد وناشف ليه كده؟ حتى لا تنفذ البطارية. طب حتى لا تنفذ بطارية قلبي بقى. مش هتحني يا جن؟ جن. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يا زومبا بتخديني ليه؟ ده انا جاي ونفسي تقولي بحبك. بحبك. بصوت عالي. بصوت عالي. قولي بدوب في دباديبك. بدوب في دباديبك. قولي ارنبنا في منور انور وارنب انور في منورنا. ارنبنا في منور انور وارنب انور في منورنا. ياه اخيرا حد قال صح زيي. طب عشان اللسان المطلوق العسل ده انا هاجي اتكلم مع الباشمهندس يوسف النهار. تعالى. هجيب ابويا وامي ونجيلك بالليل. تعالى. ياه البت ده هيبقى والدباديب دوب. ماشي خلاص. بقولك ايه، انا عايزك تلبسي وتتشيكي كده وتبقي على زومبة عشرة. حاضر. ماشي يا عروسة. أنا مش عروسة. لا ما أنت هتبقي عروسة. ها 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 ها. أعجبني. فأنت بقى لبستي وتشيكتي وقعدتي تستني عريسك. يا شيخة بس. إيه؟ طب خلاص يا يوسف، اطلع بقى اتصرف ومشيهم وقول لهم ان هي روبوت وخلاص. على فكره الواد اللي بره ده لو عرف ان هي روبوت مش هيفرق معاه خالص، وهتلاقي النهارده هو واهله سيحوا في الشارع ان هي روبوت. ولو فكرت تنزلي زومبا بعد كده ما تستبعديش خالص لو لقيتيها ما رجعتش. عندك حق. مش عارفه اصلا هو واهله اللي قاعدين بره دول مبسوطين قوي كده على ايه. عشان بيحبني. بس يا زومبا اسكتي. بقول لك ايه، مش هما جايين يتقدموا لها على السنة شغالة عندنا وإن أنا ولي أمرها؟ أنا بقى هطلع وهطفشهم بطريقتي. صح صح صح. أنت ما تتكلميش خالص وما تتحركيش من هنا، أنت فاهمة ولا لأ؟ حاضر. منور رمضان أنت والحج والحجة. بنورك يا باشمهندس. بس أنا عايز أوضح حاجة، دول مش الحج والحجة، دول زباين عندنا في المحل، أنا جبتهم بس عشان الشكل يعني. بس دخلت عليك ها؟ الغلاسه دي ايه ده؟ امال فين زومبا؟ فين العروسه؟ يا زوزو يا زومبا. هو بعدين في العشم ده؟ معلش بس ايه ده؟ نعم. انت ايه اللي جابك؟ نده عليا جريه يا باشمهندس. ما هو مفيش حد غريب، انا عارسها ودول كانهم حماها وحماتها. اقعدي يا عروستنا يا قمر. حاضر. قال قولي لي يا عروسة بتحبي رمضان؟ اه ايه ده؟ ده انا اتكسفت.
طب اعتقد كده مفيش حاجه منعانا يعني اننا نقرا الفاتحه. بسم الله. لا 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 بالراحه بس يا جماعه، نتفق الاول. طلباتك ايه بقى مننا يا باشمهندس؟ لا هو مش موضوع طلبات ولا حاجه، بس هو احنا يعز علينا فراق زومبا وعلى ساره بالذات، لان احنا بنعتبر ان زومبا دي زي بنتنا بالظبط. شكرا. والله يا باشمهندس زومبا شكرا. عفوا، يعني هتبقى في عينينا الاثنين. اطلب بحر طلبات، بس اهم حاجه نتقي الله واحنا بنطلب. لا هو ولا بحر ولا حاجه، احنا اهم حاجه بالنسبه لنا انكم بتشتروا الراجل. عارف موجود. لا ولا تفرق معانا، احنا اهم حاجه بالنسبه لنا الماديات. مش موجود، انا اسف. والله طيب مفيش نصيب. لا 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 خلاص يا باشمهندس، خلاص اقعد اتفضل. قولوا انتوا عايزين ايه، كل طلباتكم مجابه بامر الله. احنا طلباتنا بسيطه، 1,000,000 جنيه مهر، 1,000,000 جنيه شبكه، 1,000,000 جنيه نفقه متعه، 1,000,000 جنيه. وهستلم على البحيره بعد الملايين دي كلها ومتشطبه ولا نص تشطيب؟ هي فيلا ولا عروسه؟ وبعدين نفقه متعه ايه؟ هي جوازه ولا طلاق يا جماعه؟ ايه ده، هي النفقه دي ساعه الطلاق؟ طب خلاص يا جماعه مش مهم النفقه خالص، بس الفرح يكون على البحر في الجونه وشهر العسل في المنزل. هو انت هتجيب الطلبات دي كلها يا ابني؟ ما بيتكلمناش احنا يا حاج، اكيد بيتكلموا في التليفون. و100 مره اقول لك ما ترميش ودنك مع حد بيتكلم. وبعدين حتى لو بيكلمني انا، فالظاهر يا باشمهندس يوسف انت نسيت انا مين ومكانتي في المجتمع ايه. مكواجي. عشان كده كنت داخلين على طمع. انت فاهم غلط يا باشمهندس، العبد لله اللي بيوصل المكوى للناس. يعني كتير. يلا بينا. لا لا مش كتير يا باشمهندس، بس هي الطريقه بس. تعرف اللي قدامك ده يوميته كام؟ 50 جنيه. 50 جنيه غير التبس، التبس اللي انت بتديهوني مره اه وعشرة لا يا جو. طب خلاص بقى يوسف، معلش نساعد العرسان. خليها برشلونه خلاص. تروحي برشلونه يا زومبا؟ حاضر. وحضرتك قريبتهم، انت بتتكلمي ليه؟ الفطار يا لذيذ. ارحمني انا مش عايز اكل. ما بالراحه عليها يا باشمهندس، بالراحه على الجدع. لا ياما ده لذيذ، ده لذيذ جدا، لذوذ. شكرا. الله يعزك. طب بعد اذنك انا هقوم افتح الباب. كابوس ونزاح، الحمد لله. مش عارف انتوا طايقينها في البيت ازاي يا عروسه. ايش يا باشمهندس، في ايه؟ احنا بقينا قرايب خلاص. ازيك يا استساره؟ ازيك يا شعبان؟ معلش والله احنا اتاخرنا عليكم، وكنا دايخين على الريد فيلفت. زومبا قالت لي ان انتوا بتموتوا فيها، ما لقيناهاش، جبنا لكم بسبوسه. شكرا. بس انت مش جبت الخضار والفاكهه الصبح؟ اه ده الصبح، بس انا جاي دلوقتي علشان خاطر الميعاد اللي زومبا قالت لي انها تاخده لي. هي العروسه ما قالتلكوش ولا ايه؟ بلغتنا. طب امرت لما كنت واقف الصبح؟ ها ايوه الله ينور عليك. في ايه يا ساره، دول قرايب العريس ولا ايه؟ لا ده عريس تاني. نعم. والمصحف. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيبي؟ والله شرف ليا ان انا اقابل حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحاج والحاجه منورين. منورين ربنا يخليك. طيب اتفضلوا كده على الجنينه واحنا جايين وراكم، تدخليهم على الجنينه. اتفضلوا الجنينه. ليش والله؟ والله ابدا. والله ابدا. يلا يا حبيبي حضرتك اللي على اليمين. يلا اتفضل يا حبيبي. اهلا وسهلا. الجنينه من هنا بقى. من هنا؟ اه من هنا. اتفضلوا يا جماعه. زومبا تعالي. حاضر. بيحاولوا يطردونا، بس والله ما هنتحرك من هنا. ريحي بقى كده. احكي لنا حصل ايه يا نخشه يا حلوه يا زنت الحته. طب روح افتح الباب. طيب يلا. صباح القشطه على القشطه. القشطة بتبقى على المربى. اه التفاصيل دي هنتكلم فيها بعدين، المهم وحشتيني. شكرا. طب ايه؟ مفيش. وانت كمان وحشتني. وانت كمان وحشتني. الله، كلمة بقالي كتير كان نفسي اسمعها، ومادام قلتيها مات. يلا يلا. يا لهوي. طب اجي اكلم باشمهندس يوسف؟ تعالى. ده انت واقعة خالص. طب بقول لك ايه، ما تقولي لي بحبك يا شعبولة وخلاص. بحبك يا شعبولة وخلاص. يا عدوي. بقول لك ايه، انا مش قادر استنى، انا هجيب اهلي واجي النهارده. تعالى. بس بقول لك ايه، لازم تتشيكي كده وتبقي زومبة الزنب. ماشي. حاضر. سلام يا عروسه.
أنا مش عروسة. هتبقي عروسة. لايك. فأنت بقى لبستي وتشيكتي وقعدتي مستنية عريسك التاني. ايه بس يا شيخة، حرام عليك ضيعتي علينا الحفلة. بقولك يا سارة، انت تطلعي تثبتي شعبان عقبال ما نطلع طير رمضان واجيلك. ما تقولي ليش عريس تالت؟ الو، ايه يا لذيذ انت فين؟ انا برا. برا ايه؟ برا ايه؟ هكون برا مصر، برا مستنياك. يلا اطلعلي. لما جو يخلص فطار يفطر. ايه هو انت والدته؟ وبعدين فطار ايه ده؟ احنا بالليل اصلا. بقولك ايه، قوله انا خارج مع هدير شوية. اوكي. هو انت بتكلم مين؟ هدير. بتقولي اقولك ممكن اخرج شوية مع هدير؟ تخرج شوية مع هدير؟ هو انتوا خلاص كلكم بتزبطوا؟ هو انا هلاقيها منك ولا من زومبا؟ ايه في الفوش البت دي؟ باي باي يا بت. بت شرقي قوي. بقولك يا لذيذ، انا عايزك في موضوع ضروري جدا، ركز معايا. الفطار. يا عم مش الفطار، جرس الباب اللي بيرن ده غالبا هيطلع عريس تالت جاي لزومبا. انا عايزك تاخده وتقعده في اي حته فاضيه، وهات له بقى اي حاجه يشربها لحد ما انا احل الزحمه دي. تمام؟ اوكي. لولو 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 ليه؟ وفيه يا باشا؟ ايه الافواره دي؟ الاوردر ما تاخرش للدرجه يعني. اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل فين يا باشا؟ انا السوبر ماركت. اهلا وسهلا، اتفضل. يا باشا انا السوبر ماركت، الاوردر جبنه فلامنك. اهلا وسهلا، اتفضل. برضو يا انت هتحاسبني جوه ولا ايه؟ انا الصراحه رمضان مش شايف ان احنا طلباتنا فيها اي مبالغه. اهلا وسهلا، اتفضل. يا باشا اتفضل فين؟ اهلا وسهلا، اتفضل. يا باشا انا مش عايز اعمل حمام، انت فاهمني غلط، انا السوبر ماركت هحاسبني. اهلا وسهلا، اتفضل. يا عم اتفضل فين؟ زين ما اخترت يا شعبان يا ابني. لازم نحسن السلالة يا حاج، بالطريقة دي هنختفي. عندك حق. قولي لي يا زومبا، انت اتخطبتي قبل كده او اتقرفت حتك؟ وده من امتى بقى الكلام ده ان شاء الله؟ من 5 دقايق. دمها خفيف وبتموت في الهزار. دخلت عليها الأوضة لقيتها قاعدة حبيبتي بتقرا الفاتحة مستعجلة على جوازتها من شعبان بتحبه. يا حبيبتي يا زومبا، وقع يعني. طب بقولك ايه، ما فين بقى الباشمهندس يوسف علشان نقرا الفاتحة بقى وكده؟ أنا حياتي في المكوى علمتني حاجات كتير قوي، وأقدر أقولك إن العرض بتاعك ده كتير عليا. حقك، وحقنا إحنا كمان نخاف على بنتنا ونقدرها زي ما إحنا شايفين. فأنا بقول يلا بينا نقرأ الفتحة. يلا هنقرأها إن شاء الله، بس مش دلوقتي، لأن إحنا كنا نازلين النهاردة نتفرج ونبص، مش نازلين نشتريها. فأنا اتشرفت بمقابلتك، ونتقابل في وقت تاني. وإنتوا هباتوا ولا هتيجوا معايا؟ شكراً. يلا لف لفتك، وزومبا محجوزة لك إن شاء الله. ربنا يعمل اللي فيه الخير.